مرحبا بكم. الرياح القوية تأثيرها يكون على نباتات الزينة المنزلية كما يكون كذلك على الزراعة في الحقول والأماكن المكشوفة. في حلقة سابقة نصحناكم بإدخال النباتات المنزلية الأقل تحملا للبرد والصقيع للداخل. لماذا؟ هذه أول نتيجة لعدم إدخالها أو حمايتها من الرياح القوية بأي طريقة ممكنة، سقوط النبات وربما تكسر الوعاء وتكسر النبات، أيضا فقدانه لأوراقه وأيضا أزهاره وربما تكسر أغصانه. أيضا مع الرياح القوية فإن ترك النباتات في البلكونات والنوافذ يمكن أن تسقط أرضا وتسبب مشاكل عند سقوطها لا قدر الله على الإنسان أو الحيوان أو السيارات. وهذا خير نموذج، أسس طينية موضوعة بجانب الدرج مع رياح جد قوية. إذن هذا بطبيعة الحال خطر كبير جدا. عندما تكون الرياح قوية تحدث أيضا أضرار فيزيولوجية، أهمها زيادة معدل النتح أو التبخر، أي خروج الماء من أجزاء النبات على شكل بخار. ونعرف أن زيادة معدل التبخر عن حده يؤدي لذبول أفرع النبات ولتساقط الأوراق. الرياح القوية تؤدي أيضا لجفاف الأزهار وسقوط الثمار الحديثة العقد، كما تؤدي أيضا لفشل عملية التلقيح. بكل بساطة ولحماية النباتات من الرياح تصرف حسب هندسة حديقتك أو بلكونتك أو سطحك. أدخل النباتات للداخل أو ضعها في بيوت محمية تحميها من الرياح. لا تترك البلكونة مفتوحة، اقفلها بأبواب زجاجية أو بالألمنيوم لمنع دخول الرياح العاتية ووصولها للنبات. إذا كان الجو باردا ومع وجود الصقيع لا تنسى تدفئة الهواء ورفع درجة الحرارة المحيطة بالنباتات. بالنسبة للأشجار المثمرة فيمكن أن تؤدي الرياح الشديدة لاقتلاع الشجرة من جذورها إذا زرعت في أراضي مفككة ورملية. الرياح الجافة أكثر تأثيرا على الحمضيات من الرياح الرطبة لأنها تؤدي لاختلال التوازن المائي للشجرة. وهنا يبدو جليا أهمية مصدات الرياح وأهمية ري البستان قبل هبوب الرياح. بالنسبة لمصدات الرياح فهي نباتات قوية سريعة النمو غير متساقطة الأوراق ومقاومة للآفات والأمراض. أما دورها فهو خفض سرعة الريح وبالتالي تقليل الأضرار الميكانيكية والفيزيولوجية. بالنسبة للنباتات المنزلية ومع وجود الصقيع فيلزم تغطيتها إذا استحال علينا إدخالها للداخل إذا كانت طبعا يعني مغروسة أو مزروعة في الأرض. نحن الآن في فصل الشتاء والبرد والرياح. هذه أصدقائي معلومات بسيطة أردت التذكير بها لمتابعي القناة. أنا بغيت نسمع شي مرة غادي كسير مرة غادي كسير بغيت نسمعها كتعجبني. لن ننهي الحلقة بدون أن نشكر الفريق المغربي الذي يشرف كل العرب بوصوله لحد الساعة لنصف نهائي مونديال قطر. مبروك لكل العرب وإن شاء الله القادم أفضل. إلى اللقاء.